طب عندي حد عزيز عليك، كابتن عماد جابر مدير أبوي. فني بنادي انبي. يا كابتن مساء الخير. مساء النور يا مدام لميس. يعني انت بالنسبة لك، قول لي بالنسبة لك قفشة ده ايه بقى؟ والله أولا أنا ببارك لمجدي على البطولة، ومجدي يعتبر ابني الثالث، يعني هو عارف ان انا مجدي اشتغلت معاه في اول 3 سنين جه فيهم في انبي، سن 13 سنه و14 سنه و16 ياه، سنه 13 و14. من اول سنه رحت فيها انبي كنت مع كابتن عماد، قال لهم مشوه انا مش عايزه. قال لك ايه؟ ما بيقول قال لهم مشوه مش عايزه. قلت لهم مشوه. هو جه بس في الاول انتظم اسبوع وبعد كده قطع. فقلت لهم يعني مجدي ده مش ملتزم يعني، ودي يمكن المره الوحيده اللي كان فيها استفزاز لمجدي. يعني يمكن هو حضرتك يمكن دلوقتي تساليه انت خدت مان اوف ذا ماتش عشان الجون ولا عشان اللعب؟ قال لك الجون. هو مجدي عارف هو واقف فين، ومجدي دايما بيبقى بيحاسب نفسه كويس قوي. مجدي تفكيره اكبر من سنه. من صغره هو دايما هو عارف هو واقف فين، عارف امتى هو كويس وامتى هو مش مظبوط، يشد من نفسه ويهذب نفسه، بيشتغل على نفسه كتير، مش محتاج حد يستفزه، لكن هو بيحسب حساباته مع نفسه كويس قوي. عشان كده هو يمكن تفكيره دايما بيبقى اكبر من سنه. انا فخور ان انا مرنت مجدي الفتره دي، وفخور بيه، واعتقد ان كل المدربين انبي فخورين بمجدي. وشفت الجون ازاي يا كابتن؟ والله شفت الجون، انا كنت حاسس ان سبب فرحه الاهلاويه هيبقى عند مجدي ان شاء الله. لان هو في الماتشين اللي قبليهم هو ربنا كرمه وجاب جونين، وكنت حاسس ان هو مجدي بيتواصل معايا على طول قبل الماتش وبعد الماتش. اوقات كثيره بنتكلم في حاجات هو بيقولها لي قبل ما انا اقولها له. يعني دايما هو بينتقد نفسه وبيعرف يراجع نفسه بسرعه. فمجدي من اللعيبه اللي موجوده القلائل اللي اتعاملت معاهم، اللي هو عارف هو واقف فين وعارف مصيره كويس. تقول ايه؟ واهم حاجه في مجدي يمكن مهمه جدا، ويمكن دي اللي انا كنت دايما اقول عليها، ان هو بر باهله كويس قوي. بر بوالده ووالدته واخواته، ودي حاجه من الحاجات اللي بتفرحني جدا. وبقول له دايما كده، طول ما انت بر باهلك ان شاء الله ربنا يكرمك وتوصل لحاجه كبيره قوي ان شاء الله. مجدي تقول ايه بقى لكابتن يعني جابر؟ كابتن عماد زي ما قلت لحضرتك، هو يعني انا بعتبره زي ابويا بالظبط بصراحه. يعني دايما على اتصال، دايما. ايه الحاجه اللي قالها لك ومعلمه معاك لحد دلوقتي مش ممكن تنساها؟ هي الكلمه اللي قالها لي، اللي انت مش ملتزم. انا عمري ما كنت مش ملتزم. بس هو من ساعه ما قال لي الكلمه دي انا مش ناسيها من وانا صغير. حتى سال عليا في الاهلي، سال عليا في بيراميدز، سال عليا في انبي، انا عمري ما اتاخرت، عمري ما يتخصم مني فلوس، عمري ما البس حاجه مخالفه، وما بتكلمش زي اللعيب. كابتن الفرقه لابس البس زيه، كابتن الفرقه نزل انزل زيه، كابتن الفرقه. انا ما بحبش ابقى ماشي غلط، دايما بفكر في الصح قبل الغلط، بحاول دايما ان انا ابقى زي الفرقه. يعني اللي هيمشي على الناس هيمشي عليا، فليه ابقى مختلف؟ انا مش رونالدو، انا مش ميسي، لا انا زي الناس. لازم، واللعيب الكبير بالحاجات دي، مش باللي هو ان انا البس مختلف، واللي هو انزل اخر واحد الملعب، واللي هو اتاخر عن التمرين. لا، اللعيب الكبير بالتزامه، بانضباطه، باحترامه، بلبسه زي الفرقه، بمواعيده، كل الحاجات دي بتفرق، ودي اللي بتخلي نجم. كابتن عماد دي انا مش ناسيها له من 13 14 سنه، ودايما فعلا على اتصال لحد دلوقتي، بقى 14 سنه او 13 سنه مع كابتن عماد، بكلمه قبل كل ماتش وبعد كل ماتش. وهو بصراحه يعني ممكن نتكلم في اقل مكالمه ممكن نتكلمها 7 دقائق، اعلى مكالمه ساعات. انت ماسك التليفون متعد اللي هم 7 دقايق و17 دقيقة. لا، الكابتن عماد انا بتكلم معاه كتير جدا. هو من الناس اللي لما اتكلم معاه في اي حاجه ليها حل. فدي ميزه. ابوك الروحي يعني. طبعا مدربك الروحي. الكابتن عماد والكابتن امام محمدين دايما على اتصال بيهم دايما. انا بشكرك يا كابتن، ادي له نصيحه بقى قبل ما نقفل الاتصال ده. والله نصيحتي لمجدي ان هو يزود وما يقفش عند نقطه معينه. وده انا عارف طموحه كويس قوي. مجدي عنده طموح غير محدود، ودي اهم حاجه في مجدي. بتمنى له كل التوفيق، واتمنى له بطولات اكتر واكتر، واتمنى له تحقيق رغبته في الاحتراف، ان هي جات له اكتر من مره ويمكن ناقشني فيها، قلت له اجل شويه
موضوع قرار الاحتراف خارجي دوت، وان شاء الله يبقى يجي له في حاجه كويسه هو بيتمناها، واتمنى له كل الخير ان شاء الله. بشكرك كابتن مجدي جابر مدير الفني لـ MP.